بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم إزاي تبدأ تربي أرانب وأنت ما تعرفش أي حاجة أو ما تعرفش أي معلومات عنهم. هنقول لكم إن شاء الله في هذا الفيديو بالظبط هتعمل إيه. طبعا أول حاجة قبل بداية الأرانب، لازم أول حاجة بيكون عندك مكان. طبعا أول حاجة الأفضل إن تسيبهم في مكان أرضي، مش تسيبهم يعني في مكان او تحط لهم اسلاك وكده، تمام؟ في ناس احنا عندنا صالح عادي يعني يفحروا في الارض عادي وما فيش اي مشكله عندنا، ومربينهم عادي مع الدجاج وما فيش اي مشكله، تمام؟ بالنسبه للحاجه الثانيه، انه حسب ما النوع انت اللي عايزه اللي هتجيب نوع ارانب ايه، وان افضل احنا جايبين نوع بلد عادي يعني ما فيش اي مشكله وكويس جدا جدا، تمام؟ طبعا بينجب كل 40 يوم، تمام؟ بيولدوا الارانب دي ميزتها ان هي بتولد كل 40 يوم وبتولد، سبحان الخالق العظيم، تمام؟ بالنسبه لاكلهم او بالنسبه لساعه تجيبهم، ساعه اول ما تجيبوهم لازم تحصنوهم. ساعات اول ما تجيبوهم نصيحه مني، اوعى تشتروا ارانب كبيره، لازم تشتروا ارانب صغيره. الارانب الكبيره دي بتكون فيها مرض، بتكون فيها جرب، بتكون فيها اي حاجه، فغلط انك تشتري ارانب كبيره. لازم تشتري ارانب صغيره عشان تعرف تربيها وتبتدي بيها مشروعك، ويبقى معاك مشروع ناجح ان شاء الله مضمون، تمام؟ بالنسبة برضو بعد ما أول ما تجيبها بتحصنها، عشان التحصين ده في شهر 11 وشهر 6، ده في شهر 11 وشهر 6 بتحصنها تحت الجلد. طبعا الناس اللي عارفاش معلومة يعني ايه، بتتحصن بالحقن تحت الجلد، تمام؟ برضو في حاجات تانية برضو كنت هكلمكم عن ايه، ومكان الميت حط لهم مكان ميت، واكلهم المفضل البرسيم، وبس كده. هنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.